الفشل. دايما الكلمه دي بتسبب ذعر كبير جدا لمعظم الناس، يقول لك ايه انا خايف افشل، انا الفشل ده في حياتي، لا لا انا مش عارف اعمل الحاجه دي ازاي، انا هفشل فيها. طبعا دي من اكتر الحاجات اللي الواحد ممكن يعني بيوقع نفسه بنفسه علشان خاطر الكلمه دي دايما في دماغه وفي ذهنه. لو انت دايما حاطط في دماغك ان الحاجه دي مش هتعرف تعملها ولا تاديها، اعرف ان انت هتفشل، واعرف ان انت برضو جوه دماغك الكلمه دي هتبقى هي برضو اللي مستحوذه على تفكيرك وعلى كل حاجه انت بتعملها. فشيلها من دماغك خالص ومن حساباتك، حط مكانها ان انت هتقدر، ان انت ان شاء الله ربنا كريم وهتعمل الحاجه دي بمنتهى الاحترافيه والمهنيه ان شاء الله. طول ما انت دايما بتحاول تزود من نفسك ومن ادواتك، دايما تحاول كده بقدر الامكان كل شويه تشوف انت ناقصك ايه وتعمله وتزوده، علشان خاطر ما يبقاش الفشل عنوان في حياتك.